طيب، من ضمن الحاجات المهمة اللي بستخدمها في مع النوكيا سيمنز حاجة اسمها الاو في بي او الاوفر فولتج بروتكشن. احنا هنتكلم عليه وظيفته ايه ودنيته ايه والتكوين وايه، وبعد كده هنشوفه بيستخدم ازاي مع النوكيا سيمنز، ما تقلقوش. طيب الاو في بي ده من جوه عبارة عن اي سي اللي هو الاسود ده، وده يعتبر المين كومبوننت بتاع الاو في بي. الاو في بي ده بتديني حماية للار اف مديول من الاكسسيف فولتج في حاله ان انا هوصل دي بي اس سيستم او ديستريبيوتد بيز ستيشن سيستم. تمام، باختصار الاو في بي ده بيستخدم في حاله ان انا ادي الانتنه وادي الار اف مديول بتاع النوكيا سيمنز وادي السيستم مديول تحت، ان انا اخد مباشر من السيستم مديول باور واطلعه على الار اف مديول. لا، الكلام ده مش محمي. طب قبل ما بعمل كده بعمل ايه؟ ايه التوصيله الصح؟ ان انا بدخل من الباور ده اللي على السيستم مديول على الاو في بي، تمام، ومن الاو في بي بدخل بطلع بعد كده بالباور بطول البرج عشان اوصل للار اف مديول. هو ده اللي بيحصل. يعني دي مش بتحصل، هي دي اللي بتحصل. دي وظيفه الاو في بي او استخدامه او هو ليه موجود في النوكيا سيمنز. الاو في بي بيتوصل ازاي؟ بيبقى ليه كابلين بيبقوا صغيرين، الديامتر بتاعهم صغيرين، تقدر تميزهم بكده. يعني ادي الكابل الازرق اهو، وادي الكابل الاسود اهو. تمام، الكابلين دول اللي جايين من السيستم مديول، اللي جايين مدين باور للسيستم مديول. وبعد كده بيبقى فيه كابلين تاني بقى بيبقوا سمك اكبر، اللي هو الاسود والازرق ده. دول رايحين فين؟ رايحين على الار اف مديول اللي موجود فوق التاور. هي دي التوصيله او المنظر بتاع الاو في بي، عشان تميز مين رايح للتاور وتميز مين اللي جاي من السيستم مديول. اللي جاي من السيستم مديول بيبقى صغير، انا عشان كده واصفها بسمول ديامتر وبيج ديامتر عشان تبقى فاهمني. اللي بيتوصل او اللي جاي من السيستم مديول ده اللي هو سمول ديامتر، اللي رايح للار اف مديول في حاله ان انا بعمل دي بي اس سيستم بيبقى ديامتر اكبر. هو دي فكرة الاو في بي المستخدم في النوكيا سيمنز، وناس كتير كانت بتسأل عليه. طيب هنا بقى الشغل الجميل بقى، ان احنا فيرست سيستم اوف نوكيا سيمنز اللي هو سيستم البي تي اس. انا جبت بي تي اس كده اهي، حلو كده اهي، بي تي اس اهي، جميل اهي. وهنبدأ نشوف ازاي الكلام بيوصل على بعضه والدنيا بتوصل على بعضها ما بين بقى السيستم مديول وما بين الار اف مديول وما بين الترانسميشن مديول والكلام ده كله. مبدئيا كده لازم تبقى فاهم حاجه، يعني هم موجودين في كيس او كيس مجمعاهم مع بعض اهو، دي كده تمام، وبيبدا عامله زي الادراج كده، يعني درج يدخل فيه السيستم ودرج يدخل فيه الار اف مديول الاولاني ودرج يدخل فيه الار اف مديول التالت، وبيبقى متثبته الادراج دي كلها متثبته بالقاعده دي. كل ده هتقدر تشوفه كويس جدا في الفيديو التاني اللي هو الخاص بالتركيبات، يعني ما تقلقوش برضه هيبقى فيه سيميوليشن مرفق مع الفيديو التاني ده، ان هو بيوريك سيميوليشن وهو بيركب الكلام ده. خلاص، طيب تعالوا كده نشوف. ادي السيستم مديول، ماشي، السيستم مديول اللي هو العقل المدبر المتحكم الرئيسي اللي موجود، اللي بيطلع منه كابلات الفايبر للار اف مديول وبيتوصل معاه الكابلات الباور اللي بعد كده الباور اللي بيغذي الار اف مديول والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. ادي الترانسميشن مديول اللي راكب على على السيستم مديول عشان بعد كده يتوصل مع المايكروويف عشان يعمل عملية الكونكشن. خلاص ان هو بيوصله على المايكروويف عشان توصله بعد كده على الكور والبي اس سي والار ان سي والكلام ده كله، تمام، وبيوصلوا مع بعض عن طريق الالكترونيك شيب اللي احنا اتكلمنا عليها. ده الار اف مديول الاولاني، وهو ار اف مديول عبارة عن 3 سيكتور زي ما هو واضح قصادكم. وادي الار اف مديول الثاني اللي هو برضو عبارة عن 3 سيكتور، على الرغم ان انا مش مستخدم منه غير سيكتور واحد زي ما انتم شايفين اهو، انا موصل سيكتور واحد زي ما احنا هنتعرف.
الكابلات الحمراء والسوداء دي اللي متعلم عليها بالسهم دي اللي جايه من الريكتفاير عشان تغذي مديول الباور اللي راكب في السيستم مديول اللي بيعتبروه جزء من السيستم مديول عشان يدي الباور لباقي المديولز. ده الكابل الباور اللي طالع من السيستم مديول عشان يوصل على الار اف مديول الاولاني في هذا المكان اهو. ده يعني ده الوصلة الاولانية ودي الوصلة التانية اهو اهو، كابل وصل ما بينهم كده. ده الباور اللي هو التاني او اللي بيوصل كهرباء للسيستم مديول التاني. طب فين اوله وفي اخره؟ ادي اخره، اوله فين؟ اوله اهو، تمام. ادي الكابل ما بينهم كده خلاص عشان يدي باور للار اف مديول للتاني. ده كابل الفايبر اللي واصل او كابلات الفايبر اللي داخله في الاس اف بي في السيستم مديول عشان توصل بالار اف مديول الاولاني والتاني، تمام. فين نهايتهم وفين اولهم وفين اخرهم؟ يعني لو مسكت ده هتلاقيه مع ده، تمام اهو. لو مسكت ده هتلاقيه مع ده اهو، تمام. هو دي المكان الوصله اللي كابلات الفايبر اللي ما بين السيستم مديول والار اف مديول اهو، معلم عليه اهو from ار اف مديول نمبر 1، وده اللي هو الار اف مديول الثاني. طالعين من السيستم مديول كابلين فايبر بيتوصلوا. بقول لكم الكباين النوكيا سيمنز من اجمل الكباين والسهوله جدا في تركيبها بصراحه. يعني دي الجامبرز الكونكتد تو ار اف مديول نمبر 1. بص الجامبرز دي بقى دي طالعه فين؟ يعني دي سيكتور وده سيكتور وده سيكتور، يعني ده طالع على انتنه وده طالع على انتنه وده طالع على انتنه، تمام. لما اكون بوصل سيستم البي تي اس بستخدم ايه؟ جامبر، فيدر جامبر، خلاص ده متعرف عليها في اي فيندور، جامبر فيدر جامبر. لما اكون بستخدم سيستم بي تي اس يعني الار اف مديول بتاعتي تحت مش فوق جنب الانتنه، تمام. جامبر فيدر جامبر، فدي جامبرز تطلع على فيدر بطول التاور تدخل على جامبرز بعد كده تدخل على الانتنه. وده طبعا الار اف او الجامبرز اللي واصله على الار اف مديول الثاني عشان يطلع لانتنه تاني لبند تاني. ودي كابلات الاي 1 او الاوفر اي بي، تمام، اللي جايه من الترانسميشن عشان تعمل عمليه الكونكشن. بيبقى في كابل تاني هنتعرف عليه لوحديه اسمه كابل اتش دي، كابل الالارمات، بس ده انا سايب له سلايد تاني لوحديها لان ديكو شايفين هنا الدنيا دي خلصت. بس هفهمكم ازاي الالارمات طبعا او الانفايرومنتال الارمز بتتوصل على نوكيا سيمنز. ان شاء الله مش هنسيب حاجه غير ونتكلم عليها. ده المنظر النهائي للبي تي اس الخاصه بالنوكيا سيمنز او سيستم البي تي اس او البيس ترانسيفر ستيشن الخاص بالنوكيا سيمنز، تمام كده. طيب تعالوا نشوف ده بقى سيستم الدي بي اس الديستريبيوتد بيز ستيشن. باختصار الار اف مديول فين بقى المره دي؟ فوق على التاور جنب الانتنه فوق، تمام. فساعتها زي ما انتم شايفين ايه اللي موجود هنا؟ هو موجود السيستم مديول والترانسميشن مديول عليه اهو اللي واخد الاي وانز او واخد الاوفر اي بي، وخلصنا على كده، تمام. وبعد كده بوصل كل حاجه فوق على الار اف مديول. هو نفس الار اف مديول، ودي من المميزات اللي في نوكيا سيمنز ان الار اف مديول اللي بقدر استخدمه في البي تي اس بقدر استخدمه في الدي بي اس، تمام. دي مش موجوده في الفندورز الثانيه. الفندورز الثانيه اللي بيستخدم في البي تي اس غير اللي بيستخدم في يعني اللي بيستخدم في البي تي اس غير اللي بيستخدم في الدي بي اس. ده ار اف مديول وده ار اف مديول. طب السيستم ده توصيلته ازاي؟ نفس الكلام بالظبط في السيستم مديول، الكابل الاحمر والاسود ده جايين من الريكتفاير، تمام. طيب كابل الباور بقى او الباور جاي منين؟ فاكر انت الاو في بي اللي احنا لسه متكلمين عليها؟ ده داخله على الاو في بي، تمام،
وطالع من الاو في بي بقى كابل بيج دايامتر اللي هو ده اهو الاسود التخين ده، تمام؟ ده الكابل اللي طالع لمين؟ طالع للار اف مديول فوق على التاور، ماشي. طب ايه تاني برضه هيطلع على التاور لحد فوق؟ ايوه كابلات الفايبر. ما انا لازم اوصل على الار اف مديول كابل فايبر واوصل له باور. الباور خلاص فهمنا بيتوصل ازاي، بيطلع باور من او في بي، بيطلع باور من سيستم مديول يدخل على الاو في بي، من الاو في بي يطلع كابل كبير كده او تخين او ديامتر اكبر بطول التاور يطلع للار اف مديول، وكمان بيبقى كابل الفايبر المره دي كابل بطول التاور ويطلع على الار اف مديول. لما بنطلع عند الار اف مديول زيه زي اي فيندور تاني، بيبقى الكونكشن ما بين الار اف مديول والانتنه عباره عن جامبرز فقط، مش جامبر فيدر جامبر زي سيستم البي تي اس، تمام؟ يبقى ده السيستم الدي بي اس اللي موجود في النوكيا سيمنز او السكند سيستم النوكيا سيمنز. يبقى احنا عرفنا خلاص سيستم البي تي اس شكله عامل ازاي، وعرفنا كمان سيستم الدي بي اس شكله عامل ازاي. ويبقى كده احنا الحمد لله بعد ما عرفنا كل مديول عبارة عن ايه، عرفنا ازاي بيتوصل. طيب دي اخر حاجة هاردوير هنختم بيها، وهي الانفايرومنتال الارمز، تمام؟ الانفايرومنتال الارمز احنا عرفناها وفهمناها، الدور والفنس والمين باور والريكتفاير والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. من الحاجات اللي الناس بتحب تفهمها وتحب تعرفها اللي هو ترتيب الالارمات بتاع كل فيندور خاص بايه. بص انا لازم برضو ادي لك معلومه ان ترتيب الالارمات ممكن ما يبقاش ستاندرد، يعني ممكن في دول تلاقي ان الهواوي مثلا حاطين ان مع الاوبريتور اللي هو، يعني خلينا اديكم مثال حي، يعني مثلا السعوديه موبايلي عندها كمان هواوي حاطين دايما موبايلي عامله كده ستاندرد ليها الكلام واضح ان الالارم رقم واحد لازم يبقى دور. طب في مصر لا، كمان هواوي مثلا الالارم رقم واحد ده لازم يبقى مين باور، فهي ملهاش ستاندرد، او بمعنى ادق هو مش شرط ان هو يبقى بالمنظر ده، ولكن هو ده الارقام اللي انا كاتبها لكم دلوقتي دي او اللي انتم شايفينها دي المتعارف عليها في معظم الدول اللي بتشتغل بالنوكيا سيمز. بس دايما يقول لك ايه، انا طب لو المكان الاولاني او البورت الاولاني ده بتاع الدور الارم حصل فيه مشكله، حصل مشكله في البورت ذات نفسه، طب ما انا اغيره وكاريت على بورت تاني، الموضوع بسيط. يعني هو اللي انا عايز اوصل لك ايه، ان هو ده احنا بنمشي بالمنظر ده، بس ممكن تدخل موقع تلاقي الدور الارم ده موجود في المكان رقم 13. الله، طب ازاي ده، انا ما عنديش اصلا 13. ما هو كل اللي حصل ان في مشكله حصلت في الالارم رقم واحد، راح وصل الدور الارم على 13 وكريت ان هو رقم 13 هيبقى الدور، تمام؟ دي من الحاجات اللي بس لازم تبقى واعي فيها، يعني ان في ستاندرد في الالارمات او بنمشي عليه، بس مش شرط ان هو يبقى موجود في كل الدول، مش شرط ان هو التزم بيه، ان انا غصب عني ممكن يكون حصل مشكله فبغير. عشان كده يقول لك الليبل على الالارمز دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تاخد بالك منها، ولازم تحط ليبل على الارمات او تكتب ليبل على الارمات عشان الناس ما تتاثرش او ما تتوهش بمعنى ادق. طيب الالارمات في النوكيا سيمنز بتتوصل ازاي؟ مبدئيا في السيستم مديول في الاف اس ام اف تقريبا هو دلوقتي احدث حاجه موجوده، بيبقى في بورت اسمه اي اي سي، بنستخدم الكابل ده كابل اسمه اتش دي تو سيريال فيميل مش ميل، وبنستخدم حاجه اسمها الالارم بوكس مع النوكيا سيمنز. طب التوصيله بتتم ازاي؟ ان من الاي اي سي ده بيطلع كابل اتش دي اللي هو البورت ده، بيطلع كابل اتش دي، تمام؟ الكابل الاتش دي في نهايته السيريال الفيميل اللي هي دي بتركب جوه الالارم بوكس. بعد كده الالارم بوكس ده بيطلع منه كابل سيريال زي كده بس ميل بقى، تمام؟ بيطلع من الالارم بوكس ويتفرم على الدي دي اف او الديستريبيوشن
ديجيتال فريم او الديجيتال ديستريبيوشن فريم، معلش اعذروني رايحه من على بالي، الدي دي اف، تمام. وبتبدا تاخد من الدي دي اف دي، بعد ما هو بيتفرم الكابل ده وبيتحط على الدي دي اف، بيتحط بالترتيب اللي انت شايفه ده، ان الالارم رقم واحد دور، الالارم رقم اتنين فنس، المين باور، والكلام ده كله. وانت بعد كده تروح جايب مثلا الدور سنسور وتروح موصله على المكان الاولاني ده. طبعا بيبقى كابلين، الكلام كله بيبقى كابلين، لان ده دي سي، اشارة دي سي موجب وسالب، تمام. بتروح جايب الارمات الريكتفاير وتروح مثلا موصلها على الايه، المكان الخاص بيها على الدي دي اف. الالارم بوكس ده بيبقى عامل زي نظريه النورمالي اوبن والنورمالي كلوز، اللي هو بيفتح الدايره ويقفل الدايره عشان يسمع الالارمات مظبوطه على البي تي اس. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، لو انت موصل الدنيا متلخبطه، يعني موصل الدور الارم في المكان اللي هو المين باور مثلا، يبقى كل ما تفتح الباب او تقفل الباب تلاقي ان الموقع بيتبلغ في السوبر فيجن ان جاب مين باور وكلير مين باور. فكل فيندور ليه خاص الارمات ترتيبه خاصه بيه، لازم نراعيها ولازم ناخد بالنا منها كويس. هي مش ستاندرد في كل الفيندور، مش كل الفيندور لازم نفس الارقام، كل فيندور وليه ارقام معينه. فلما تيجي توصل يبقى رقم واحد دور الارم في النوكيا سيمنز، يبقى لازم اوصل الدور الارم في نوكيا سيمنز. طب امتى ما بيبقاش ستاندرد؟ زي ما بقول لك كده، احيانا كل اوبريتور بيعمل ستاندرد لنفسه، احيانا الدور الارم رقم واحد بيبقى فيه مشكله فبكريت على مكان تاني. هي دي كل الفكره بتاعت الالارمز بتاع الفيندور يعني. لحد هنا احنا هنكون الحمد لله خلصنا جزء الهاردوير. مع الفيديو بتاع التركيبات بتاع النوكيا سيمنز هتلاقي الدنيا وضحت خالص، تمام. وان شاء الله هنتكلم في مواضيع تانية خاصه بالنوكيا سيمنز عشان نبقى قفلنا الفيندور ده خالص. خليكم كاملين كده معانا ان شاء الله لحد ما نخلص كل النوكيا سيمنز.